ضحيتها أكثر من 45,000. هذه الأحداث لا نزال نحن كباحثين جزائريين نستقرئ هذه الذكرى حدث عظيم أريقت فيه دماء الجزائريات والجزائريين وأزهقت فيه الأرواح، فهو يوم للذكرى والتذكر. فكما قال العالم الجليل والشيخ الفضيل محمد البشير الإبراهيمي: يا يوم لك في نفوسنا السمة التي لا تمحى والذكرى التي لا تنسى، فكن من أي سنة شئت فأنت يوم الثامن ماي وكفى.